أسبوع المعاق العالمي يمكن كان الأسبوع الماضي، لكن إحنا حديثنا عن المعاق أو الأشخاص اللي بيعانوا من إعاقات معينة هو مستمر، لا إله يوم ولا إله أسبوع. بالعكس، إحنا كل فترة بيوم جديد لازم إنه نجيب موضوع عن الأشخاص اللي بيعانوا من بعض الإعاقات، لأنه إحنا بنحتاج يمكن بالمجتمع في هذه الأيام توعية حول المعاق والأشخاص يمكن اللي بيعانوا من بعض الإعاقات. اليوم رح نتحدث مع الدكتورة مي الرقاد، وهي دكتورة في جامعة البلقاء التطبيقية ومتخصصة في التربية الخاصة، عن المعاق بشكل عام، عن اهتمام الأسرة خلينا نقول يمكن بأبناء، إذا كان في هناك أبناء بيعانوا من أي إعاقات، أيضا المجتمع جدا مهم والمؤسسات وخاصة المؤسسات الحكومية. صباح الخير دكتورة، صباح العافية. هلا فيكي، صباحكم سعادة وأمل وتفاؤل بالحياة إن شاء الله دائما يا رب، دائما منورة. دكتورة مي، يمكن عم نشوف كتير بالفترة يمكن أحداث من الأشخاص اللي بيعانوا يمكن من أبناء عندهم بعض الإعاقات، ما بيعرفوا كيف يهتموا فيهم، ما بيعرفوا كيف يتعاملوا معاهم، ممكن أنه هذا يشكل ضغط على الأسرة سواء من الناحية المادية أو من الناحية النفسية. احكي لنا شوي عن هالموضوع. هلأ بالنسبة لموضوع التربية الخاصة بشكل عام، في عندنا مفهوم التربية الخاصة اللي هو تعليم ذوي الإعاقة أو ذوي الحاجات الخاصة في المدارس حسب نوع الإعاقة، سواء كانت إعاقة عقلية أو إعاقة جسمية أو إعاقة حركية أو حتى إعاقة تعلمية. أوكي، هذا ما يخص التربية الخاصة كتربية خاصة. لكن اللي بدنا نحكي عنه اليوم شوي مختلف، راح أحكي أو أوجه الضوء أو أسلط الضوء على شيء معين، شيء جديد اللي هو بين الواقع والمأمول، أين التربية الخاصة؟ جميل جدا. التربية الخاصة قديما والتربية الخاصة حديثا لا شيء يبقى على محواك، دائما يجب أن يكون هناك نوع من التجديد والتطور معنا. هلأ إحنا قديما بالتربية الخاصة، مش يعني قديما قديما، إحنا بنحكي يعني من 10 إلى 15 سنة، كان التربية الخاصة بس أني أخذهم هدول، كان بس مجرد أنه إيواء لهدول الأطفال وتقديم بعض الخدمات الرعوية كمأكل، ملبس، نوم، الأمور الأساسية. الأمور الأساسية. لكن إحنا الآن بلشنا نتطور وتطورنا كان سريع جدا. هلأ إحنا حتى نواكب هذا التطور المفروض يكون عندنا أكثر من خطوة. الخطوة الأولى اللي هي عملية تشاركية مع الأهل، يعني أنا لما أجي بدي أقدم خدمات اللي هي برنامج التربية الخاصة أو برنامج ذوي الحاجات الخاصة بشكل عام، بدي أجي أقدم أنا الخدمات للأسرة المفروض، أو اللي هي حجر الأساس. هلأ الخدمات كيف آلية تقديم الخدمات للأسرة؟ في عنا استراتيجيات. التربية الخاصة الحديثة تفتقد هذه الاستراتيجيات. يعني أنا كالأردن كبلد متطور متقدم له الراية العليا بمجال التربية الخاصة، المفروض فينا أن يكون في عنا استراتيجية موحدة لآلية التعامل مع طفل الإعاقة منذ الصغر أو حتى منذ لحظات الولادة، اللي هو الإشي اللي هنحكي عنه اللي هو التدخل المبكر. التدخل المبكر المفروض يكون من عمر الصفر للستة. بعد الست سنوات ببلش ببرامج التعليمية للتربية الخاصة، بعدها ببلش بالتأهيل. هلأ حتى نواكب العصر بطريقة جيدة، لأنه إحنا فعلا عندنا كوادر رائعة جدا، لكن تنقصنا الاستراتيجيات المشرعة. إيش يعني استراتيجية مشرعة؟ إنه إحنا بالأردن يكون عندنا خطوات منظمة بحثية علمية واضحة، إنه أنا هذا الطفل لازم يكون عندي مثلا كشف مبكر، بعدها تدخل مبكر، بعدها يحول إلى المدارس للتعليم التعليم الخاص، ومن ثم تأهيلهم حتى تكون العملية متكاملة. صحيح. هذا الحكي بيجي بثلاث أشياء أساسية. دائما أنا من الأشخاص اللي بيحكوا عن الثالوث، اللي هو يعني ثلاث الأركان. أنا من غير هذا الثالوث أو ثلاث الأركان لا أستطيع تقديم الخدمات، أقدم خدمات لكن منقوصة. لهيك ما بنحس أو ما بشعر منظومة الأهل، منظومة بدك منظومة متكاملة بالضبط، ما بشعر الأهل بأنه أو حتى إحنا بأنه في تقدم بهذا الحد. إحنا عم نقدم خدمات وموجودة خدمات مساندة وموجود مراكز وموجود أخصائيين، لكن كل واحد بيشتغل لحاله، ما في تشاركية واضحة قائمة على أنه أنا كيف أقدم الخدمة ستيب باي ستيب. أوكي. هلأ بالنسبة كيف أخدمهم بثلاثي الأركان، أول إشي المفروض أني أشتغل على الأسرة المكتشف عندها طفل ذوي إعاقة. يعني قبل ما أني أبلش أقدم هاي الخدمات لهذا الطفل، أقدم الخدمات لأهله. كيف؟ أني أعملهم عملية إرشاد، أول شيء إرشاد نفسي، بعدين عملية تعديل بيئة، بعدين أحاول أني أنا أعلم الأهل أنا شو عم بشتغل.
يعني انا راح اخذ ابنك نتوقع انه يكون عنده كذا، راح نعمل له مقاييس كشفيه، بعد ما يثبت التشخيص برضه يجب ان يبلغ الاهل انه ثبت تشخيص طفلك بانه عنده 1 2 3 4. بناء على 1 2 3 4 سوف اقوم بعمل ما يلي، سواء كانت خدمات طبيه او خدمات تربويه او خدمات اجتماعيه او حتى خدمات سلوكيه. صح. يعني هذول الاطفال يحتاجوا الى اكثر من مدخل للخدمات. صح. حتى احنا نقدر ننهض فيهم واقلها يوصلوا لمستوى الطفل العادي، وهذا اللي احنا يعني الهدف الاقوى والاعظم من التربيه الخاصه ومن وجودنا احنا كاخصائيين في التربيه الخاصه. صحيح. يعني دكتوره شو في كمان خلينا نقول دور اكبر للمعاقين؟ يعني مرات كثير المعاقين او اللي عندهم خلينا نقول بعض الاعاقات ما بينقصهم شيء ابدا. يعني انا كنت امبارح يمكن ببحث بالموضوع وعم بقرا كثير اقوال بهذا الموضوع، احنا كافراد عندنا العديد من الاعاقات، الخوف، اعاقه الخجل، اعاقه يعني، فالاعاقات الاشخاص يمكن بس لانها واضحه وجلية للعيان، لكن احنا تجربتنا في الأردن بنحس انها عم تتطور من وقت لوقت. شو بتحسي دكتورة احنا لازمنا حتى فعلا نساعد الأشخاص اللي بيعانوا من بعض الإعاقات حتى ندمجهم بالمجتمع بشكل كبير؟ أول شيء لازمنا ضروري جدا الإيمان بقدراتهم. هلا هدول الاطفال اللي ذوي الاعاقه هم اطفال عاديين، لكن بسبب ضعف او عجز او اعاقه نمائيه معينه صار عندهم هذا القصور بالنماء، سواء نماء لغوي او نماء جسمي حسب نوع القصور او الضعف الموجود. هلا بايماننا بانه هدول الاطفال عاديين، لا بل هم اطفال لديهم قدرات قد تفوق قدرات الاطفال العاديين. هلا من هذا المنبر بحكي للاهالي وبحكي للاخصائيين وبحكي للمجتمع بشكل عام انه طفل عنده اعاقه بصريه هو طفل، قد يكون طفل موهوب، قد يكون طفل عادي، وقد يكون طفل لديه مشكلات، إذا هو سيم مع الأطفال العاديين. صحيح. اللي راح نسلط عليه الضوء حتى إحنا ننطلق بمنطلق آخر مع ذوي الإعاقة، إنه نركز على المواهب والإبداعات والقدرات العقلية العالية اللي عندهم. ليس كل طفل لديه إعاقة منقوص القدرات العقلية، ليس كل طفل لديه إعاقة هو طفل عاجز، ليس كل طفل لديه إعاقة هو طفل يحتاج دائما إلى المساعدة. راح تلاحظي لو نزلتي أو يعني صار في نوع من تسليط الضوء على هذه الفئات راح تلاقي انهم عندهم قدرات تفوق قدراتنا. يعني انا واحده من الناس لما احس انه عندي مشكله معينه او عندي نوع من الضعف النفسي مباشره بتوجه للمراكز. صحيح. حتى اكتسب نوع من الاراده، القدره على الانجاز، الدافع، الامل بالحياه. هذول الناس هم اللي بيعطونا هذا الامل، وفي قصص نجاح يعني واضحه جدا على بالمستوى الاردني. هلا احنا كاخصائيين الرساله اللي انا بدي اوجهها للعاملين مع التربيه الخاصه او العاملين مع ذوي الاعاقه، دائما ابحث عن الكأس، الجزء المليان من الكأس. لا تبحث على انه هذا الطفل لديه عجز، ابحث عن قدراته، انطلق مما لديه من قدرات. هذا شعار رائع يجب ان ننطلق منه، انطلق مما لديه من قدرات. في عنده نقاط ضعف وعنده نقاط قوة، انا اعمل على نقاط الضعف واعزز نقاط القوة، لان لما اعزز نقاط القوة اشتغل على هذا الطفل على مواهبه وعلى قدرات، بالتالي استطيع انه اصل بهذا الطفل الى اعلى المستويات. وفعليا احنا الان يعني بنطالب بالجامعات انه ندرس تخصص الموهبه لذوي الاعاقه. انا الان في برسائل الماجستير عندي طلابي بالضبط، طلابي بوجههم انهم يدرسوا او يبحثوا عن طفل موهوب صعوبات تعلم، او طفل موهوب اعاقه بصريه، او طفل موهوب اعاقه سمعيه، او طفل موهوب لديه اضطرابات نطق وكلام. هاي الفئه مضمحلة أو هي بلشت زي ما بحكوها تضمحل ما بين الفئات، بلشت تدوب. مجرد إن أشوف شخص كفيف إذن يا حرام، إذن هذا عنده عجز للأسف. إحنا ما بننظر لهم برأفة، لا إحنا نعاملهم كإنسان عادي. صحيح. هذا الإنسان صار عنده عجز، فقد شيء معين. يعني أنا ممكن الآن بحادث بسيط ممكن يعني تبتر إيدي أو تبتر رجلي فأصبح من ذوي الإعاقة. إذن أنا كنت إنسانة، هل يعني ذلك أني أنا إنسانة عاجزة؟ لا. مجرد أني أنا أأمن لهم الخدمات المساندة، أأمن لهم الوسائل، أأمن لهم بيئة جيدة، بيئة معدلة، هذا أهم في الموضوع، بيئة معدلة جيدة، إذن هو إنسان عادي يعامل كمعاملة عادية جدا، لكن بخصوصية بتعديل البيئة أو تعديل منهاج أو إضافة وسيلة مساندة لهذا الطفل. صحيح. يعني دكتور قديش كلام جميل، وهذا اللي نحكي فيه دائما هو قبول الاختلاف. يعني إحنا ما بنقول قبول ذوي الإعاقة، لا، قبول الاختلاف، لأنه إحنا كل شخص فينا مختلف عن الآخر. يمكن ذوي الإعاقة زي ما قلنا يمكن ظاهريا أو في تفاصيل معينة واضحة عندهم فبتبين اختلافهم، فإحنا بحاجة لقبول الاختلاف حتى نقدر
يعني احنا مرات من غير قصد بنجرحهم او بنأذيهم او بنحسسهم انه هم مختلفين عن الباقيين، فاحنا يعني نحاول هيك زي ما قلتي انه ننتبه لهذا الموضوع. هم زينا لكن عندهم اختلاف يمكن باشياء معينه، زي ما احنا عندنا اختلاف لكن يمكن غير واضح. وتثبيتا على كلامك انت، لو لاحظتي من مصطلح ذوي حاجات خاصه، انا ذوي حاجه خاصه وانت ذوي حاجه خاصه، صح. كلنا ذوي حاجه خاصه، صحيح. انا عندي ضعف نظر، اذا هل انا معاقه بصريا؟ لا طبعا. اذا انا عندي قلق وتوتر، هل انا لدي اضطرابات نفسيه وسلوكيه؟ اذا جينا لمصطلح ذوي حاجات خاصه كلنا ذوي حاجة، صحيح. لكن نختلف بالشدة والمدة والتكرار، 100%. بالظهور، بآلية الظهور. هلأ في أطفال تقدم لهم خدمات يصبحوا أو يضاهوا العاديين، في أطفال عاديين لا تقدم لهم خدمات فيصبح لديهم العجز الذي يصاحب أي إعاقة من الإعاقات. فهذا اللي بدي أحكيه بشكل واضح وبصر عليه دائما، أنه إحنا كناس عندنا ثقافة وعندنا وعي وعندنا علم بأنه بذوي الإعاقة وبأشكال الإعاقة وأنواع الإعاقة، المفروض فينا إحنا نقوم بعملية مساندة ذوي الإعاقة. حتى أنا ما بحبش أحكي لهم ذوي إعاقة، ولا حتى بحب أحكي لهم ذوي حاجات خاصة، هم أطفال عاديين لكن لديهم عجز معين أو وجود، صحيح. عائق معين، إذا أزلنا هذا العائق مشت الأمور تمام، صحيح. يعني أنا طفل عنده مثلا ضعف سمع، ركبت له سماعة، هل نضل نحكي هذا الطفل لديه إعاقة سمعية؟ هو خلص من هذه المشكلة اللي ممكن تكون زي ما أنت قلتي بتواجه أي شخص. وهلا بس شغلة بسيطة، أنا لا، إيش يعني مصطلح إعاقة؟ الإعاقة وجود شيء يعيق هذا الشخص عن ممارسة حياته اليومية، صحيح. مجرد إزالة هذا العائق تمشي أمور الحياة طبيعي. هلا بالنسبة لهذا العائق، للعلم وللكل إنه هذا العائق هو العائق البيئي، يعني ممكن يكون عندنا شيء جيني، ممكن يكون شيء مثلا اجتماعي، والاغلب هي العوامل البيئيه. اذا انا كمجتمع اردني متطور مثقف مزدهر، ممكن انه احنا نحن نرتقي الان، لكن احنا بحاجه انه نرتقي اكثر حتى يصبحوا كل اطفالنا اسوياء، حتى كل اطفالنا لهم نفس الخدمات. يعني احنا شغالين على مبدا الدمج. هذا يمكن دكتوره اللي كنت انا حابه اساله، قديش يعني خلينا نقول دور المؤسسات الحكوميه ب يعني عمل خلينا نقول زي ما انت قلتي بيئه تشيل المعيقات عن الاشخاص اللي عندهم مثل هاي الاعاقه، حتى تحسسهم اشخاص طبيعيين. يعني مرات احنا بنطمح طبعا، ما بنقول انه بحسب امكانياتنا، لكن مرات لما بتطلعي برا وبتشوفي الامكانيات اللي موفره للمعاقين لدرجه انه فعلا انت ما بتحسي انه هو ممنوع او مش مسموح له يعمل اي شيء، بيطلع الباص، بيطلع بمواصلات زيه زي اي شخص طبيعي، بيتصرف طبيعي، ما بيحتاج حتى انه يكون معه مساعده خارجيه. فكيف دوركم انتم كاخصائيين وكدكاتره في التربيه الخاصه حتى تساعدوا بهذا الموضوع؟ احنا بالنسبه لنا بالاردن الوضع يعني شبه ممتاز، نحن نطمح إلى التميز وليس الممتاز. أنا كأخصائية أطمح إلى التميز خاصة ببلد الأردن البلد الواعي. هلأ بالنسبة للمؤسسات الحكومية والجهات المختصة والراعية لذوي الإعاقة، صحيح، وبدي أحكيها بكل صراحة، هلأ هم مأمنين البنية التحتية، يعني في مراكز يعني التنمية الاجتماعية مأمنة مراكز، أوكي، ومراكز يعني البنية التحتية رائعة جدا، مأمنين كوادر، أوكي. لكن شو اللي صار عندنا هلأ؟ صار عندنا العملية إنها عمليات منفردة. يعني أنا فتحت مركز كبير ضخم بإمكانيات عالية جدا، هلا اذا ما كان في كادر، هذا الكادر مؤهل حتى يخدم هذا المركز ويخدم الفئات الموجوده فيه، اذا لا في ولا في مركزي، اوكي. هلا ممكن هم يعينوا ناس كخريجي مثلا بكالوريوس تربيه خاصه، لكن هل هذا الخريج مؤهل للتعامل مع ذوي الاعاقه؟ هلا اللي المشكله اللي بنعاني منها العجز ما بين النظري والعملي، العجز ما بين ما يقرأ بالكتب، ما بين ما يطبق بالميدان. مش كل شخص درس تربية خاصة كمان هو حابب يدرس تربية خاصة، يعني هذا الموضوع بده حب، بده شغف، بده طولة بال، بده كفاح، يعني مش أي شخص ممكن. هلا احنا بنطالب انه يكون لقبول أخصائي التربية خاصة سواء بكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في شروط معينة. أول الشروط انه يكون هو عنده قدرات يعني عالية شوي، عنده كفايات ومهارات، عنده قبول نفسي
بعد ما نعمل له مقابلة، بعديها لازم في سنة تحضيرية نحضره ونأهله، بعديها نبلش معه. هلأ المشكلة كمان الثانية اللي إحنا بنطالب الجهات الرسمية فيها، إنه أنا المفروض عندنا بالأردن اللي هو تخصص التخصص، يعني أنا أخرج أخصائي تربية خاصة مختص بالإعاقة السمعية، أخصائي تربية خاصة مختص بالإعاقة العقلية، أخصائي تربية خاصة مختص بالتوحد. هلأ إحنا عندنا البكالوريوس تربية خاصة، ماجستير تربية خاصة، دكتوراه تربية خاصة، ما في تخصصات. طيب أنا في للتوحد، في إعاقة سمعية، في إعاقة عقلية، طيب أنا لازم أتخصص معهم. هلأ هي أنا هاي من هون يمكن من بركم ممكن أوجه هاي الرسالة، إنه المسؤولين عنا والمسؤولين عن تقسيم التخصصات الموجودة عندنا، خلينا نتخصص التخصص، لأنه التخصص رائع جدا. هلأ أنا لما أخذ مثلا على البكالوريوس ممكن يكون عام تربية خاصة، لكن على الماجستير ممكن أتخصص مثلا بالإعاقة السمعية، ممكن على الدكتوراه أخذ لسه تخصص أدق على هيك بصير عندي عملية التفرع سهلة، عملية الإجهاز على كل نقاط الضعف الموجودة بتخصصاتنا أسهل. هلأ تيجي صراحة في عندنا تكديس هائل جدا لحملة البكالوريوس تربية خاصة، وجديد مع القرارات اللي راح ظهرت جديد انه بقول لك اخصائي تربية خاصة لا يكفي انه يكون معلم ورف مصادر. هلا الفئة الاكثر المخدومة بالمملكة صعوبات التعلم فقط لا غير. طب لو اجيتي على الإعاقة السمعية والإعاقة البصرية راح تلاقي انه مراكزهم هذول مراكز خاصة، يعني هي اعتبار بس باعتبار انه ما فيش دمج لهم، احنا شغالين على مبدأ الدمج. لو جيتي للتوحد ما عندناش ولا سنتر معين تشخيصي للتوحد، وهلا التوحد بنحكي زي الانفلونزا صحيح. توحد، اطياف توحد، اضطراب توحد، طيب يعني مين ليش عم بتزيد هذا الموضوع بما انه هيك يعني أوكي. حكيتي فيه رح اطرق بشكل سريع حتى ما اخذ وقتك، بس هو موضوع جدا ممتع. هلا بالنسبه للتوحد 25% من اسباب التوحد معروفه و75% من اسباب التوحد غير معروفة. صحيح. هلا احنا ما بدنا نضل كاخصائيين يعني نطلق انها غير معروفه، لا هي معروفه لكن مش مدروسه، مش مبحوث عنها. يعني هلا انا لو اجينا بس احكي لك كم من سبب من اسباب التوحد اللي ممكن الأم تكون فيها من غير قصد ممكن تسبب لطفل التوحد. هلا عندنا أسباب مثلا التغذية، عندنا أسباب التسمم بالمعادن، عندنا أسباب اللي هي أثناء الولادة، عندنا أسباب قبل الولادة، طريقة تغذية الأم، الأشعة اللي بتتعرض لها الأم، اضطراب التمثيل الغذائي اللي عم بيصير، الفيتامينات اللي عم تنخان. يعني في أمهات أثناء فترة الحمل المفروض ياخذوا الفيتامينات، لكن هنا في ناس باخذ الفيتامينات بكثرة فبيزيد نسب هذا الموجود. دائما احنا بنحكي ناقص اخذ زايد. صح بالضبط. يعني في جهل الامهات وعدم ثقافتهم بالاعاقات برضه هذا محور كمان كثير اساسي حتى احنا ننهض بالاعاقه، انه يكون عندنا برامج تثقيفيه. يعني لا يكفي صراحه على برنامج لا مثلا ربع ساعه نص ساعه حتى اثقف ام. تعرفي في انا يعني بضمن للامهات بالاردن اذا كان في برنامج ثقافي توعوي موحد شامل لكل المنطقة، انه راح هاي الظاهرة خلال سنة سنتين نحد منها. لان حكيت لك 75% من الاسباب اللي الناس بتحكي لك هي مش معروفة، لا هي اسباب بيئية، هي طريق نمط اكل، هي طريقة تفكير للام، هي عدم دراية، هي قلة بالثقافة. فكتير في عنا امور ممكن احنا بجهلنا وعدم ثقافتنا فيها، انه يعني بدل ما يجيني طفل طبيعي يجيني طفل لديه اعاقة، اذا انا كأم خلقت لدى طفلي عجز معين. فبالثقافة، بالتدخل المبكر، بالتوعية، بالوقاية، حتى بمستشفياتنا نظام البرنامج التست اللي عم بيعملوه بالمستشفى لو أضافوا له واحد أو اثنين منا كأخصائيين، إنه إحنا نطالب إنه أنا بدي تعمل لي مثلا تست البي كيو قبل ما يطلع خير من العلاج. الوقاية يعني دائما هي خير من العلاج. إذا المفروض يكون عندنا استراتيجية واضحة نشتغل عليها كمظلة، إنه أنا أرجع أخصائية بعمان، أخصائية بإربد، أخصائية بالعقبة، أخصائية وين ما كانت كأردنية، يكون عندي استراتيجيات مسيسة بالتربية الخاصة أولا. ثانيا إحنا بنطالب إنه يكون عندنا برنامج توعوي، هذا البرنامج المفروض يكون برنامج شامل من شمال المملكة لجنوب المملكة، وقاية وتوعية للأمهات وتثقيف لهم، لأنه الإعاقات إحنا بنحكي فيه تطور صحي، في تطور وفي تكنولوجيا، لكن الإعاقات عم تظهر وبزيد نسبة انتشارها. إذا الخلل وين؟ المفروض إنه نسد هاي الثغرات حتى ننهض بالتربية. صحيح. إن شاء الله رسالتك بتكون وصلت دكتورة مي الرقاد، أستاذة في جامعة بلقاء التطبيقية، وحضرتك متخصصة في التربية الخاصة. شكرا لك. متخصصة في التوحد كمان. ومتخصصة في التوحد. إن شاء الله لنا لقاء آخر حتى نحكي عن موضوع التوحد، هذا الموضوع المهم. أهلا وسهلا فيكم وشاكر لقائكم، وبتمنى إنه عن جد إنه يعني من التلفزيون الأردني اللي هو حجر الأساس إنه يكون هو منبر للثقافة ومنبر للتوعية خاصة لذوي الإعاقة مع الأمهات. بإذن الله. يعطيكم العافية. شكرا لكم.